حلقه جديده من وصفات سناء كناني، باش نقدم لكم واحد الطبق ديال العراضه اللي بزاف منكم المبتدئات كيبغيو يوجدوه وكيقول لك لا تيجينا صعيب ولا هذا. من اليوم ان شاء الله ما غايجيكمش صعيب، غادي ندير لكم بطريقه سهله ومبسطه كما مولفاكم، ونبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا هنايا عندنا دلعاب الكتف اللي كيكون هنا ضروري لاصق، وهنا راه لاصقه فيه الانكرا ديالو، كنغسلوه مزيان وكنحيدو منه دوك الترتفات ديال اللحم وداكشي اللي كيكونوا يابسين لاصقين فيه، داك ديال الدم خصهم ضروري تغسلوه منه. غنحتاجو ثلاثة ديال البصلات اللي عندكم حمرين ولا بيضين، غادي نديرو واحد الدريسات ديال الثومة، رابطة ديال المعدنوس هكا مربط بالخيط الغذائي، عندنا ضويمة ديال زعفران شعرة ولا غديرو زعفران شعرة اللي متوفر ليكم. هنا غادي نحتاجو التحميرة، سكينجبير، الإبزار والخرقوم بالنسبة للعطرية، ونبداو دابا نشغلو فيها. التحميره غادي نديرو واحد المعلقه بحال هكا صغيره عامره كما كتشوفوا، وغادي نديرو معلقه اونص ديال سكينجبير يكونوا عامرين هكا، هي شويه حيت عمرت الاولى راني نقصت من الثانيه، وغادي نحتاجو الابزار ما تكثروش منه غير بحال هكا، الخرقوم معلقه ممسوحه ما عمراش، ها هي ديال الخرقوم البلدي، وغادي نضيفو هنا المليحه، غادي نديرو ضويمه ديال الزعفران، وغادي نديرو شويه ديال الماء باش غنخلطو هذا الشيء هذا اللي عندنا ديال العطريه. ها حنا درنا شويه هنا ديال الماء غنخلطو غير بحال هكا، عاد غادي نشرملها بيديا، دابا راهي درت ليها في الاول هكا المعلقه، تنخلط العطريه مزيان ونزيد ليها الماء بحال هكا، تخليوها واحد الساعه في المكان عاد تردوها، وتقدروا ديك الساعه ديروها طيب ماشي مشكل، راكم عارفين الغنمي ما عندناش فيه مشكل. دابا غادي نبداو نشرملوها من جوج جهات بهاد العطريه اللي درنا عليها، بسم الله. غنجيبو موس اللي غادي نثقبو به باش غادي ندخلو ديك التويمه ديالنا، حيت الثومه ما كنشرملش بها هي كندخلها في هاد القنيتات. صافي بعد ما شرملناها بحال هكا غنجيب موس باش ندخل هاد الثومات هكا في وسط الحيمه، وغنقطع هاد البصيله ديالي. صافي كندير في جوات بحال هكا في هاد البلاصات بعدا اللي اكثريه اللي كيكونوا شادين اللحم، وعاد كنديرو في لي بارتي الاخرين. باش نقطع البصله ديالي هنايا في الطنجره، البصله كتقطع غير بحال هكا، ما كتقطعوها زعما صغيره، كتخليوها غير هكا كبيره، لا داعي حيت كتذوب وما كتبقاش لنا بحال هكا كاع باينه. صلاه على النبي، بسم الله. فاش كنجيو نحطو الضلعه ديما كنحطوها بحال هكا على اليد ديالها على الجهه اللي ما كطيبش، غادي نديرو ليها هاد هداك الربيطه مربطه صافي، وغادي نزيدو عليها هاد المرقه هادي، بسم الله. غنزيدو نشلو هاد الطبصيل هذا، انا هنايا غادي ندير المرقه دابا هكا في الاول باش غادي تبقى فيها، وغادي هي فاش غتغلي هي فاش غادي تطيب. صافي انا عندي هنايا هكا بالعبار، صافي ها هي غادي نديرها دابا كطيب وتطلع فيها الغلي. صافي هنايا انا درتها هكا على جوج مجامر حيت عندي البوطه بحال هكا صغيره، غادي نديرها في البوطه صغيره حتى تطلع فيها الغليه، كنجهد العافيه في الاول هي كنشوفها كتغلي مزيان وكندير ليها الزيت، صافي كنقص عليها ونخليها كطيب على خاطرها. هنايا غادي ندير واحد المعلقه السمن اللي هي انا نسيتها صراحه الله، هاتي
نديرو معلقه صغيره عامره ديال السمن صافي. ضروري من السمنه باش كيعطي البنه وكيعطي ديك النسمه ديالو. دابا غادي نزيدو نديرو الزيت واحد نص كاس ديال الزيت البلديه، ما تكثروش الزيت باش ما يجيكمش طلعه ميدمه، حيت في الاخر كتبقى لنا اي واحد المريقه شي شويه يعني ما تبقاش كثيره. صافي غادي نغطيو عليها دابا وغادي نخليوها حتى تطيب وغادي نحيدوها باش ندوزو نحمروها في الفران باش نوجدو السلطه اللي غادي نرافقو بها ان شاء الله مع اللحم. حيت دايرين طلعه قلت علاش لا ما نشارك معكم واحد السلطه اللي كتجي سهله، ما عليكم غير توجدوا شي ساحكل سهل وليمون، ولكن من الاحسن ساحكل الطبسي اللي غادي نقدمو فيه. ونبداو دابا بالمقادير اللي هي سهله وسريعه وكتجي هاد السلطه هذه لذيذه لذيذه بزاف. بقاو مع المقادير. غنحتاجو فيهم هنايا عندنا صدر ديال الدجاج كما كتشوفوا على حسب القياس اللي بغيتو نتوما، انا درت هنايا هما جوج صدور ديال الدجاج مسلوقين بالملحه وبرق سيدنا موسى وشويه ديال الحامض. عندي هنايا الرمان الكركاع هادو الطوماط سوريس بالنسبه للتزيين، خيزو مسلوق، بطاطا مسلوقه، البيض سوريمي والفروماج. وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هي الدجاج غادي نفرتو. هنايا غادي نديرو الدجاج غادي نضيف ليه شويه ديال الابزار، الملحه غتذوقو على حسب الذوق، وغادي ندير شويه ديال المايونيز. انا خلطت هنا شويه ديال المايونيز مع الخل صافي باش يجيني بنين هاد الدجاج هذا. المهم تذوقو عاد زيدو له الملحه، انا حيت لقيتو ناقص الملحه داكشي باش صافي. غادي نخلط مزيان وغادي نديرو هو كطبقه اولى. الا خاصني المايونيز غادي نزيد على حساب، المهم انا غادي تشوفوا واش باش ما يجيكمش الدجاج ناشف. صافي غادي نديرو بحال هكا، الدجاج هو الاولاني يعني. وفي نفس البول هنايا غادي ندير البطاطا محكوكه، غادي نحط البطاطا اللي انا سلقتها. هنايا غادي نديرو طبقه ديال البطاطا اللي حكينا ها هي، غادي نثبتوها حتى هي. نجيبو نفس المعلقه غادي نثبتو بها بلي تبقى الدجاج. ديال الابزار من الفوق غير شويه الا مشيت باش كتجي مبنه. تقدروا تخلطوه معاها وتا هكا راه كتجي فيه البنه حيت اصلا كلشي عندنا مخلط صافي. وغادي نضيفوا لها شويه ديال المايونيز. هنا كندير بحال هكا طبقه ديال المايونيز باش ما كتجيناش ديك البطاطا ناشفه هكا صافي. وغادي نحط هاد المايونيز على جنب عندك شي تفيد ليا صافي. غنجيب الحب خيزو حيت هو اللي غادي نديرو الطبقه المواليه. الطبقه ديال الفرماج هي الاولى باش كيطلق لنا داك البنه في البطاطا كيجي بنين ما بين طبقات خيزو. ساهله هاد لاصالاد وغادي ديروها ان شاء الله وغتعجبكم بزاف بزاف. غادي ندير هاد الخيزو غادي نزيد عليه شويه ديال الابزار باش يجيني بنين. غنخلطو هنايا شويه ديال المليحه حيت سلقتو بلا ملحه. وهنايا الطبقه اللي غادي نديرو فيها البيض مسلوق كنحكوه حتى هو فوق منه فوق من السلطه مباشره، وكنوزعوه بحال هكا على الجوانب حتى يغطي لنا ديك الطبقه كامله كتولي مغطيه بالبيض. وتقدروا ديروه حتى في الوسط كيبقى لكم الطبقات، تقدروا تستفوهم كما بغيتو نتوما وبالشكل اللي كيعجبكم. وهنايا في الطبقه الاخيره يعني هي اللي غادي تكون ديال الزين من الفوق، درت شويه الكركاع مهرمش والرمان اللي كيكون منقي وزينت بطوماط سوغيز، وكيبقى لكم اختياري تزينوا باللي عجبكم.
مي هاد السلطه هادي كتجي خطيره وكتجي رائعه وبنينه بنينه بزاف. هنا غيبقى لكم التزيين اختياري، غتزينوا باللي بغيتوا وكيف ما بغيتوا، المهم كل واحد غيزين باللي اللي كيعجبو. هنايا غادي ندير واحد الدب، هكا قطات صافي. وغادي ملي غادي نحيدو دابا السيركل غادي نحطو هادو هما اللي غادي نزينو بهم في الجوانب. بسم الله. هانتوما اللي ما كتبغيش تلصق ليه ولا شي حاجه وشتوها بدا كيطيح ليكم، زيدوا ديروا المايونيز بحال هكا، والمايونيز هو اللي غادي يلصق عليكم. انا كنحاول نشارك معكم جميع المراحل، تقدوها بالطريقه هذه. هنا ملي كديروا المايونيز يعني تيسهل عليكم وكيبقى شادهم، وكتقدروا تهزوا حتى تلصقوا باربعه دقه واحده، يعني ما غاديش يلصق لكم غير تبقاو تلصقوا وحده بوحده باش كتسربيو وما كتاخذ لكمش كاع الوقت. وهاد السلطه هذه غتعجبكم ان شاء الله وغتجيكم مغايره، جربوها ان شاء الله وغادي تردوا عليا في التعليقات. صافي هنا كنبقى نشوف هذوك البلايص اللي عندي خاويين كنعمرهم بشي وحيدات. صافي ها هي كل حاجه شدات هنا بلاصتها كما كتشوف. وهكا انا درتها هنايا، درت ليها دونتيل يعني جمعتها بدونتيل، اختاريت اللون الغوز. نتوما غادي ديروا اي حاجه بغيتو باش تجمعوها، وكيجي الشكل ديالها بحال هكا راقي وكتجي زوينه زوينه بزاف، وكتجي حتى في الحطه هميه. تقدروا ديروا هكا لضيافكم، تقدروا ديروها في بوفي، يعني بزاف فاش تقدروا ديروها. صافي كنخلطوا هادشي هذا. هنايا عندنا اي شيبس تقدروا تستعملوها، المهم ضروري من هاد الشيبس هذه اللي كتكون هكا محفره باش كتعمروا بها، وهي اللي غادي نزين بها في الجوانب. صافي غادي نخلط هاد الشريمي مع المعدنوس حتى يتخلط لنا مزيان هاد الخليط ديال البيض والشريمي والفرماج ونعمروا به. هاد السلطه هادي منعشه وكتجي زوينه بحال هكا، كتطبقوا بها الاطباق ديالكم ديال اللحم. تقدروا ديروها مع المشويات، تقدروا ديروها بزاف، يعني كاين بزاف الافكار. وبالنسبه للناس اللي كيقلبوا على سلطات هكا ديال البرد، سلطات اللي هما سخانين، راه انا حاطاهم على القناه، حاطه حلقات خصيصا ديال السلطات. صافي هنايا غادي ندير طريف ديال الخس فوق كل شيبس باش غادي نعمر فوق منه، يعني غندير غير شويه ديال الخس ونعمر فوق منه. صافي هنا كنعمر هادو بحال هكا وكنحطوهم كنزينو بهم باش ما كيبقاش لنا داك التبصيل بحال هكا خاوي. كنحاول نشارك معكم هاد الافكار، وكاين باقي افكار اخرين، عندي بزاف ديال الافكار راه ما ان شاء الله غنحاول نقسم لكم داكشي على حسب الحلقات ان شاء الله بحول الله. هاد الطريقه هادي كتجي مغايره وكديروها همويه ديال النخوه. الا كان جا عندكم شي واحد ولا شي حاجه راها سهله، وكتبدلوا بها على المعتاد اللي كديروا. يعني كنحاول ندير معكم افكار جداد اللي كما كنقولوا ما دايرينش. صافي غادي نكمل بهذا الشكل هذا حتى تنكمل هاد البطيطه ديالي كامله اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه، كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله، وتردوا لي في التعليق وتطبقوها وتصيفطوها لي على الانستغرام في الخاص باش انا حتى انا نشاركها مع ناس اخرين. شوفوا الشكل هاد السلطه هذه سهله لذيذه، وغتجربوها وغتنجح معكم وغتعجبكم.
صافي بعد ما طابت ليا الطله غادي نحيدها دابا وغادي نديرها طاوه باش ندخلها للفران كتحمر. شوفوا كي جات طايبه، شوفوا الاحمر كيبان لكم. انا كتعجبني الطله تكون طايبه. شوفوا ملي كندخل الفرشيطه كتدخل مزيان. صافي دابا غادي ندوز باش نديروها في الطاوه ديال الفران. وبعد ما كتولي ليا كطيب ليا كتولي ليا زبده، انا كتعجبني الضلعه تكون طايبه باش ملي كتجري داك الحيمه كتجي كتبعك. صافي هنايا هكا شوفوا، واخا تشوفوها بحال هكا من الفوق داكشي راه ما كتجي لا باينه لا والو، حيت كنديروا عليها لاصوص. كنديروها في الفران هكا في الطاوه ديال الفران اللي كنكون دايرين فيها ورق الطهي. صافي وكان هاد لاصوص اللي شاطلينا كنجيبوا هكا طحانه ولا ميكسور اللي عندكم متوفر. انا عندي بقى الطحانه اليدويه كتعجبني نصاوب بها. صافي كنطحنها بحال هكا وكنخليها كتغلي حتى تشرب لنا وكتوقف لنا ديك الدغيميره، يعني خاصها انتما شتيها هي الطنجره راه كيبقى فيها غير شويه. صافي كنخليها كطبخ كطبخ مزيان وعاد كتبقى ليا هاد الدغيميره هي اللي كنديروا بها من الفوق، وكتبقاو تحركوها باش ما كتلصقش لكم سيرتو الا كان شي عندكم شي طنجره كتلصق. صافي هنايا انا خديت شويه الكمون مع السمن مع التحميره وهما اللي كندهن بهم هاد الطلعه وهما باش كنحمرها في الفران، يعني كيكون الفران عندي مسخن. صافي وكندخلها راه 20 دقيقه كتحمر ليا وكنقدمها لضيوفي. انا هنا كنشارك معكم اطباق اللي كنقدمهم للعائله والضياف ديالي، وكنقول علاش لا ما نصورهمش لكم حيت كتبقاو تسولوني عليهم في ستوريات اللهم كنصورهم من الاول. هذه هي السلطه ديالي وهذا هو الشكل النهائي ديالها، تجي غزاله ورائعه. ديروها بتغمض العينين ودير الهمه. وهنايا الطلعه ديالي ها هي بعد ما طابت غادي نهزها دابا، هي باقا سخونه. صافي غنهزها نحطها في طبق التخليم. هذيك هي لاصوص ديالي بالدغيميره بعد ما توقفات. انا زوقت هنا بالمشمش درتو بحال هكا في الوسط ودرت اللوز مقلي، وكيبقى لكم تزيين على حساب المتوفر واختياري. انا مبغيتش نقوي عليكم بقوه ديال هذا، قلت نتشارك معكم افكار اللي هما بساطين وكتجي بحال هكا بنينه 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 هاد الطلعه. غتجربوها ان شاء الله وغتردوا عليا في التعاليق. صافي انا دابا غادي نقدمها كنمسح لها الجوانب وداكشي باش نقدمها لضيوفي. ومرحبا بكم مره اخرى في قناتكم.